من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا ومرحبا. كيف الحال؟ اهلا يا اهلا ومرحبا. احنا يا شيخ امير نؤمن ان جمع اي شيء يتعلق بالقران سواء جمع او تنقيط او تشكيل، كل هذه المواضيع هو شيء توفيقي من الله. توفيقي. شيء توفيقي يعني من عمل البشر ولكن بتوفيق من الله. حلوة، عجبتني هاي الجملة، جميلة جدا. مش أول مرة تسمع هذا مصطلح معروف في السنة. جميلة جدا. هذا قمار. الأخ من المغرب يقول إحنا عندنا جمع القرآن مثل القمار، مقامرة. إن سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان يقامر مع سيدنا أبي طلحة بن أبي عاصم الأحفصي، ولكن الله عز القام مقامر معهم، والحمد لله الذي نصرنا في قمارنا، في توفيقنا، في أننا نكسب الرهان ونضبط فتحته وكسرته وضمته. يعني طلع القرآن لا الله جامعه ولا جبريل ولا قرآن محفوظ ولا من هالأكاذيب التي وضعت في رؤوس الشيعة والسنة. طلع القرآن عبارة عن عملية قمار تمت، والحمد لله يعني نجح سيدنا عثمان وفاز في العملية. أحسنت أخي الكريم، كمل توفيقي، كمل. مسألة توفيقي ليست من فراغ، وإنما من الله. نعتمد فيها على الآية القرآنية التي تقول إيه؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله حفظ القرآن بعثمان. من هذه الآية جبنا فكرة أن أي شيء يتعلق بالقرآن فهو توفيق من الله عز وجل. شوف المواضيع الدينية ما تقدرش تتعمق في مناقشتها لأن الجواب بيكون يعني جاهز، ما تقدرش تروح معايا بعيد في الإجابة، لأنك أنت كمان أنت عارف ليش أنا تنازلت على حقي في سؤالك. أنا هذه تقريبا ثالث مرة أتصل بك، أنا تنازلت على حقي في أن أطرح عليك سؤال لأني أعرف بأن لديك إجابات جاهزة. كل ما أسألك عن شيء تقول لي مسرحية، كانت مجرد مسرحية. عشان هيك أنا يعني فاقد الأمل في أن أحاورك في أي شيء في الشأن الشيعي، لذلك ما أعرف عن إيش تتكلم، لأن ما أعرف إيش مسرحية. عموما لا تغير الموضوع. فأنت تقول أن عثمان وفقه الله في جمع القرآن. نعم، إن هذا وعد من الله بأنه سيتكلف بحفظ القرآن، فأي شيء يفعله البشر سيكون توفيق. ولم يوفق الله. لم يوفق نبيك لهذا، وفق عثمان. هذا لي حكمة يعلمه الله. حكمة، عمل مسرحي، حكمة. أن النبي كان أمي لا يجيد القراءة والكتاب. وأنا أدربي جاهل أهبل أدربي، بس يجيب ناس يكتبون. لا، موهبل موهبل، أتى أميته لحكمة حتى لا يتهم. هو أي، فكان جاهل فيجيب، يأتي بناس يقرؤونه ويكتبوا. هو كيف كان مو كان يعطيهم القرآن يكتبونه في الصحف؟ نعم، أو يجمع الصحف، ما يراد لها شيء، مو صعبة. لا يعرف يجمع لأنه لا يستطيع قراءته، فيجب أن يتكلف غيره بذلك. ما يعرف حتى يعني الجمع؟ لو أعطيته الصحف لن يعرف أن يقرأها، وبالتالي كيف سيجمعها؟ يلا تفضل تفضل، هذا غير النبي هذا. تفضل. يعني يأتي بأناس قراء حافظين محفظين، عندهم حفاظات لابسين. مو كانوا يقرؤون الرسائل من بلدان ورسائل من ملوك، وكان يراسل ويكاتب، مو صعبة هاي. شوف، مش أي سؤال في الدين ممكن الإجابة عليه، هناك أشياء كثيرة لحكمة يعلم الله. فلا يمكن الإجابة. إيه نعم. نقول لك أنا. لا، هو واضح. إن الله لم يوفق نبيك لجمع القرآن ولكنه وفق عثمان. هي واضحة. لحكمة يعلمها الله. لحكمة يعلمها الله. خلاص اتضحت الفكرة. اتضحت الفكرة. إن الله لم يوفق نبينا في جمع القرآن ولكنه وفق عثمان في جمع القرآن. هي هاي بحد ذاتها يعني، بس يلا بعد هذا نبيكم. وما الدليل أن عثمان جمعه كامل؟
لا نحتاج دليل، لأن عندنا وعد من الله، يعني فلا نحتاج دليل مع كلام الإله، مثل ما أنتم لا تحتاجون دليل مع أنت لا تضرب بينا مثال حتى ما أسب أمك عائشة، جيد؟ أما سب ولا تسب. لا أنت لا تضرب بينا، إحنا الآن جالس أنا أناقشك في لباس السنة، فلا تدخلنا إحنا بلباس السنة، يعني هذا إحنا يعني هذه قضايا هاي عورتكم أنتم تخصكم، عيب إحنا نمديدنا بها، واضح؟ النقاش أن تلزم. أي أحسنت، فتلزمني من كتبك، أنا جالس أناقشك من كتبك. لا واضح؟ ألزمك بما ألزمت به نفسك. هذا من يصير النقاش من كتبي؟ حاليا النقاش من كتبك. هذه نفس الطريقة اللي هربت بها من وليد إسماعيل. ها يعني أنت تعتقد أنه لازم الإشكال من كتب السنة والرد من كتب الشيعة والإشكال من كتب الشيعة طيب خلص، الشباب اللي يقصون الفيديو يقصون إلى نهاية المقطع، إن الله وفق نبينا ولم إن الله وفق عثمان ولم يوفق نبينا، الله يبارك بهم. اللي بعده صار كلام عبارة عن كلام زبالة من الأخ المتصل، فحتى ما يقصون بالمقطع، جيد؟ الشباب اللي يقصون المقطع خطير، هاي بعد السنة مو حتحول إلى زبالة. تصير الاتصال انتهى حينما أنا قلت إن الله وفق عثمان ولم يوفق نبي السنة، انتهى الاتصال خلاص. شوف الغباء، شوف الغباء، غباء السنة وين واصل. يقول أنت تشكل من كتب السنة، أنا أرد عليك من كتب الشيعة، وأنت أنا أشكل من كتب، مو ما عنده رد، هو من يريد يفضح نبيه عليه الصلاة والسلام، يعني هو من يريد يفضح نبيه، يعني تخيل واحد يقول إن الله وفق عثمان ولم يوفق النبي، النبي هذا جزمة، شنو هذا؟ حتة شراب مثلا، شنو هذا النبي؟